موضوع البراءة من المشركين هي حساسة، لماذا؟ لأنها ترتبط في مواجهة الذين يصدون عن سبيل الله. نعم مسألة الصد عن سبيل الله، القضية الإسلام بالأساس لا إكراه في الدين. مشكلة الإسلام ليس في من لا يعتنقه، مشكلة الإسلام مع من يصد عن الدين، أئمة الكفر. هؤلاء الأئمة الذين سيطروا على تلابيب المواجهة ضد الإسلام منذ مبعثه حتى الآن، لذلك نرى هذه الحساسية اليوم في موضوع البراءة من المشركين، ورأينا قبل 3 عقود ونيف استشهد المئات من المسلمين وهم يحاولوا أن يؤدوا فريضة البراءة، لأن هناك حساسية من هذه البراءة، ليس فقط لأنها مرتبطة بعلي بن أبي طالب أو لأنها عليه السلام أو مرتبطة بأنها أصل قرآني ثابت في نص قرآني صريح واضح لا يحتمل التأويل. القضية أن اليوم يأتي مفكرون وفقهاء ليعيدوا وليستعيدوا للحج جوهره الحقيقي من خلال قضية البراءة من المشركين، هنا نعم بالتأكيد دكتور. الاستكبار العالمي لن يصمت، سيواجه، لأنه يريد للحج أن تكون شعيرة صامتة منفصلة عن جوهر الإسلام.